الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق ثامن أشواط هذه الفترة الصباحية لتحديات وانطلاقات ومنافسات هذا السباق المحلي الأول في هذا الملتقى الجميل لشعارات الشيوخ والسعادة، وملتقى شعارات هجن هذه المؤسسات الحاضرة والمتواجدة مع انطلاقات ومنافسات 2 كيلومترات. لنبدأ مع مسيرة سن الحقائق، لنتابع هذه الحقائق الظاهرة الحاضرة المتواجدة والمنطلقة والمندفعة نحو تحقيق بصمة واضحة في هذا السباق. لنبدأ مع مسيرة المركز الأول، لنتابع مجاهد المتواجد بالبداية المنطلق بشعار هجن الغرافة، مجاهد المجاهد في سبيل الناموس بانطلاقة البداية. تعود عملية التضمير مع سالم بن عامر المدهوشي من يتابع لنا المدهش تحديات الصدارة. المركز الثاني نتابع كاشف، نتابع شعار الشوط الأول الرئيسي قادم شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني مع حمد بن طالب بن عمارة على المرتبة الثانية. المركز الثالث لعيب القادم بركلاته الترجيحية حاضر بلعباته الواضحة على أرضية هذا الميدان، يتقدم شعار هجن أم الزبار لمتابعة عبد الله بن علي بن سلامة. المركز الرابع أتابع الوصول من قبل طوفان، من بدأ يطوف ويتجاوز إلى المركز الرابع هجن أم الزبار لمتابعة بن سلامة. المركز الخامس الحضور من قبل طماع القادم بشعار هجن أم الزبار لمتابعة سالم بن سعيد بن دلحم. لكن أعود إلى البداية، أعود إلى شعار ابناء الغرافة الحاضرين المتواجدين على الصدارة، هجن أم الزبار، هجن الغرافة، هجن الغرافة، هجن أم الزبار. الله مجاهد على الصدارة، مجاهد على القيادة، القدوم والوصول من قبل طوفان من طاف إلى الصدارة بطوفان جميل نحو الناموس، نحو الناموس. لكن هجن الغرافة ما زالت صامدة حتى هذه اللحظات، هجن الغرافة، هجن أم الزبار، هجن أم الزبار، هجن الغرافة. اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة. مجاهد 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 الصامت حتى الرمق الأخير المحقق لهذا الناموس الخاطف لهذا اللقب المميز. تهانينا والناموس لهجن الغرافة على هذا الفوز المستحق. شكرا للمدهوشي من تابع هذا الشعار وقدم لنا مجاهد الخاطف للمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من قبل طوفان لهجن أم الزبار. المركز الثالث وصل لعيب لهجن أم الزبار. المركز الرابع كاشف لسعاد الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني. المركز الخامس كان الوصول من قبل نايف. هذه هي المراكز الخمسة الأولى. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شاهدنا المنافسة، شاهدنا التحدي، تابعنا القوة الحاضرة على أرضية ميدان التحدي في منافسات 2 كيلومترات، ومع أيضا كسر حاجز 3 دقائق في هذه المنافسات الحية المباشرة التي نتابعها عبر نقل حي مباشر من قناة الريان الفضائية. هذا هو مجاهد برصد ولقطات جميلة من مخرجي هذا السباق بن خزين أبو شارم، من يرصدون دائما اللمسات واللقطات الجميلة ليستمتع متابع ومشاهد هذه الرياضة. 2:57:20. تهانينا والناموس لهجن الغرافة على فوز مجاهد واختطافه لناموس هذا الشوط. تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي من تابع مجاهد. المركز الثاني 2:58:14. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار. تهانينا لعبد الله بن علي بن سلامة من تابع على طوفان. المركز الثالث كان الوصول من قبل لعيب، توقيت الزمن 3 دقائق بدون ثواني 12:00. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار. تهانينا لعبد الله بن علي بن سلامة من تابع لنا لعيب من حصل على المركز الثالث. ما زالت الانطلاقات متواصلة.